بسم الله الرحمن الرحيم. إذا اليوم نبدي المحاضرة الثانية اللي هي التدريب على برنامج ستاد برو، وتدريب اللي هو حقيقة يعني يتجه بطريقة بحيث يدربنا أن كيف نستعمل البرنامج في حياتنا المهنية كمهندسين. لهذا هذا التدريب مبني على مبدأ مهم اللي اسمه Problem Based Learning، التعلم المبني على المشكلة. احنا يجوز يعني بحق هذا البروبلم مو كلش المصطلح يعني يمشي ويا شغلتنا، لانه اكو جدل بين يعني فلسفه التعليم انه اكو ناس يقولون الافضل بالهندسه نسمي بروجكت بيست ليرنينج، لانه بروبلم يعني اللي يعني مثلا هاي مو كل انواع التعليم انه تبدي انت من سؤال تطرحها مثلا على المتعلمين وكذا ومن ثم تناقشه او مشكله تواجه الشخص. بس بالنسبه للي احنا مثلنا كمهندسين، لا، احنا دائما عندنا اوتبوت، عندنا منتوج، عندنا فشي راح يطلع من عندنا اللي هو شنو؟ البروجكت، سواء كان هذا البروجكت للتصميم للتنفيذ الى اخره. فيمكن انا اشوف هم اميل مع هذا الراي البروجكت بيست ليرنينج. اذا عندنا بروجكت، شلون نستعمل البرنامج كتول في ان نتعامل مع هذا البروجكت ونقدمه الى التنفيذ، او اذا احنا منفذين نحل المشاكل اللي ممكن تصير. اذا انا اكمل الكلام اللي قبل شويه بديته بالمقدمه وتكلمنا عليه ايضا بمحاضره الامس، انه احنا اول خطوه هو القرار الانشائي. خلينا نقول القرار الانشائي، وهي بصراحه اصعب خطوه. ليش اقول هي اصعب خطوه؟ انه اختيار مواقع الاعمده، بحيث هذه مواقع الاعمده تكون بالمكان اللي يعني يرضى عليه كل اطراف المشروع، خصوصا طبعا المعماري اللي هو دائما يكون خلينا نقول الهيد مال المشروع. هذا الموضوع راح يعني يصير بنقاش وجدال صاحب البنايه، وهذا العمود مكانه مناسب او مو مناسب الى اخره. هسه مثلا راح اراويكم بعض الامثله. المعماريين اقدر اقول هم بصراحه يعني يشتغلون بطريقتين. الطريقه الاولى اكو معماري اللي هو شو يسوي؟ اول ما يجي يخلي جريد. يعني شنو يخلي جريد؟ يعني يشتغل على جريد بالضبط، يسوي فد يعني مربعات، وحتى اكو بالاوتوكاد مربعات انت تخليه، ومن ثم تعطي فد موجول يسموه وحده، هذه الوحده مثلا 5 امتار 7 امتار 6 امتار يبدي بيها، ثم يقوم يسوي فضاءات وسبانات الى اخره. يمكن خليني ادخل في مثالين، يعني يمكن لانه وان كان هنا اكو تشابه بيهن. عندنا مدرسه المظفر اللي هي الان بمدخل المدينه القديمه، هذه الان المدرسه، حسنا يمكن المخططات الان متقدمه، بس هي من البدايه بصراحه المخططات كانت باديه بهذا الشكل، انه الجريد اكو وحده اساسيه هي مربعات موجوده والمعماري مشتغل عليها. هذه خلينا نقول الطريقه الاولى. هسه تشوفون الان، اذا يمكن خليني اغير نعم الخلفيه مال الشاشه الان حتى تكون واضحه بالنسبه لكم. النوع الثاني الحقيقه لا يفكر ب يعني شكل المبنى بدون يعني البدايه من الجريد، خصوصا اللي الان يعني مثل ما نقول العماره الحديثه، اسمها الحداثه ما بعد الحداثه الى اخره، هاي المدارس المعماريه. يعني مثلا الان قبل شويه الاستاذ ابو هاشم قال زراعه حديد مثلا، او ما اعرف احد الاخوان، يعني مثلا يقولون يبدي مثلا انه هذه الاشكال النمطيه التقليديه المستطيلات، هو اصلا المعماري يخلي عنده هدف يطلع من هاي الاشكال التقليديه، يبدي بشكل كيرف، او يبدي مثلا بخطوط متقطعه ما تلتقي مع بعضها الى اخره. لهذا طلعت في المدرسه بصراحه جديده صار لها فتره يسموها ديكونستراكشن، التفكيكيه، محبة عربية ترجموها مدرسه التفكيكيه. شنو دول فكرتهم؟ هذول حتى يصيحوا لهم ما بعد الحداثه، لانه الحداثه شنو كانت؟ الحداثه كانت مدرسه تميل للبساطه، طلعوا شعار بساطه، وبساطه هي الجمال وليس از مور الى اخره، زين. فشنو قالوا؟ قالوا معناها كون نلتزم بالاشكال القياسيه، مستطيل مستطيل، مربع مربع، فتنفاس بالخطوط الطويله كذا. ذولا مو حتى يصيرون ضدهم شو يسوون؟ ماكو خط عدل، ماكو خط يستمر، كذا سموها العماره التفكيكيه. هسه مثلا هذه الان انا اجي بنايه وهي عباره عن مربعات، هنا بصراحه بسهوله اخذ القرار الانشائي. ليش؟ لانه مثل ما تشوفون هسه مواقع الاعمده هذه اكو تقاطع، اكو جريد لاينز، هاي متعامده، اكو نقاط تقاطع بها. فهاي نقاط تقاطع مثلا لو ركن مال حائط لو كذا او شيء، وراح يجي ويا المعماري.
بصراحة ولا هم الجماعة المعماريين من هالنوع هذا أصلا، هو يخلي لك الأعمدة اللي قدام. يعني لو أخذ المثال الثاني اللي حبيت أراويكم إياه، هذا أيضا في فندق في كربلاء 13 طابق 12 طابق آسف، خلي ناخذ لنا فد زوم على واحد من الطوابق. هذا أنا هسه هذا مو شغل، هذا استلمته من المعماري، من معماري إيش قال لي بيه؟ أعمل أنا كان شاي كيف لو ما كيف؟ طبعا كيف زين. ليش؟ لأنه هو خلصني من فد مسألة شنو مهمة؟ إنه مكان الأعمدة زين. هو أكيف بس عندي حالات، لا مثلا مثلا خالي 16 متر 20 متر بلا عمود، يعني هو معناه هو يريد الأعمدة، يعني هو يرتب بشكل معين حتى البناية مثلا تشتغل بشكل معين. فأني لا مثلا راح أجي، هل أجي أقول له رأسا لا ما يصير وهاي؟ لا، أروح أفكر بشيء مهم اسمه systems. حتى الـ ACI الجديد، الكود الجديد ضاف chapter بالبداية سمى building systems. حتى احنا قبل ناسم صراحة مندرس فد يعني محاضرة، أول محاضرة بالصف الرابع بالكونكريت، نعرف الطلاب على شنو فشي اسمه building systems. يعني شنو معناها كلمة building systems؟ يعني أنت تختار مثلا، خلنا نحكي هسه كونكريت، خل عبرنا كونكريت لو ستيل لو ألمنيوم لو خشب، هاي عبرناها، يعني قاعد صبنا وين؟ كونكريت زين. وفرضا هم بريكاست وكاست انستيتيو هم عبرناها، ابو ابراهيم خلينا نعبر البريكاست، تحب البريكاست ادري بيك زين. اذا قاعد نحكي وين؟ كاست انستيتيو. لكن اكو اكثر من سيستم، اكو مثلا فلات بليت، اكو مثلا سلاب بيم سيستم، اكو مثلا هذا الريبد سلاب اللي حكينا عليه مثلا البارحه، اكو مثلا بري ستريس كونكريت اذا مثلا بنخليه ويا سيستمز واخر بري ستريس كونكريت، اكو مثلا سيستم نخلي شير وول في اماكن معينه خصوصا بناية مرتفعة. هذه كل شيء يسمونها systems of buildings. هذه أنت كن لقدام تختار system. شو أنت زين؟ شو أنت تختار system؟ مثلاً أنت قاعد تجي وكسبيرينس مالتك قليلة بصراحة، جزء إلا الطب، وتشوف مثلاً بعدين رو أكبر من رو ماكس مثلاً، شو هاي التفاصيل؟ وما ديك شيك عندك مثلاً deflection ماشين، يقول أوه هذا system اللي خدته غلط. أكيد أنت راح تمر كبداية بالحياة العملية، راح تمر بالشيء، لأن هي هالدوس راح تعلمك. بس إحنا مو لازم كل واحد من يجي نخليه يطب، هنقول واحدة يسبح ويتعلم، لا. لهذا قلنا أكو rule of thumb. خليني أراويكم فد مثال من rule of thumb، وإن كان وصار عندكم هسه موجود بالدروب بوكس إن شاء الله تلقوا اليوم باليستير داونلود إله. rule of thumb هي حق كتب تتألف لمساعدة المهندس لاختيار السيستم، واحدة من أهدافها طبعا مو الهدف الوحيد، لكنه أنت عندك تختار السيستم. خليني أختار مثلا واحد من الأمثلة. هذه هم قسم منها مبنية على الكود البريطاني والأوروبي، وبعضها مثلا مبنية على الكود الأمريكي. خلينا يمكن باعتبار يعني لو أسأل سؤال لكم الحضراتكم، شنو أهم شيء أثر باختيار السيستم؟ يعني تسأل كمصمم مثلا شنو؟ كلفة؟ اوكي ميخ ما يخالف هاي شوي الان نعبرها. ليش؟ باعتبار احنا رحنا كونكريت واختارينا الكلفة، ممكن تشتغل وين؟ ستيل لو كونكريت، بريكاست لو كاست انستيتيو، يس الشكل لو انا اريد بصراحة شيء بعد المور صح الشكل صح الفانكشن مال المبنى اريد بعد اكثر، يعني هاي كلها اوكي. اذا شنو اللي يزودها وينقصهم؟ الغاية من المبنى. شنو الغاية من المبنى؟ الغاية هو الفانكشن سيفتي طبعا، هو اكيد احنا لازم نسوي سيفتي. بعد فكروا بعد الاعمده، اريد فت كلمه هي هاي اللي هو بالضبط بعد الاعمده، بس اريد كلمه واحده شنو هي الكلمه؟ يعني مثلا مساحه المبنى، مثلا شو نسمي قصد البعد بين الاعمده؟ سبان. اكزاكتلي انا اريد هاي الكلمه، اعذروني يعني الا هاي الكلمه اسمعها يلا باعتبار شنو اريد كلمه تلخص سبان. يعني بصراحة أنا أقول لكم من تجربتي هاي الطويلة، أقول من يقول لي واحد مثلا هاي البناية تعال أجابها وعلها، هاي البناية قاعة مع المسرح السبان مثلا 30 متر، أوكي. وما راح أفكر ها سلاب بيم سيستم لو مدري إيش كلها ذراح، راح أروح أحكي تراس وتمام. يعني راح أروح أوبشنز أخرى أصلا، أكو أسرع هاي اللستة مال السيستمز نصنا طيرهم، أوكي زين.
يجي واحد يشوف مثلا لا هاي بناية بين كولوم وكولوم فت 5 متر أو تقليدية أو غرف أو كذا أو مكاتب. شوف هذا الرول أوف ثام. شوف هذا مثلا كتاب شنو اسمه Economic Concrete Frame Elements. شوفوا شنو محتويات هذا الكتاب، راح تشوفون كله عبارة عن ما بيشرح وشي، عبارة عن رسومات شنو أنواع السيستمز هذني. شوف سلاب بيم ربد سلاب إلى آخره، أشكال وألوان اللي هي ممكن خلينا ماخذ الصفحة ككل حتى تشوفون هاي كلها أنواع سيستمز. زين أنا شو أختار؟ بقى أنا شو راح أختار؟ هذا هو التيبل اللي راح أختار من عنده. شنو أهم بارامتر بهذا التيبل؟ شو مكتوب فوق إذا تشوفون؟ لونجر سبان بالمتر. زين هاي الألوان شنو؟ هذا هو إيكونومي قال قبل شوية أكرم، هو بالضبط. يعني أنت من تقول هسه الآن راح أختار مثلاً ربد سلاب لأنه سبان مالتي مثلاً 12 متر، أنت روح سوي سلاب بسيستم عاند قول لا والله أنا مصر على رأيي، راح تصرف فلوس أكثر، راح يكون مكلف أكثر. فهذا الآن شوفوا الرسم هو بصراحة مبني على أسس اقتصادية إنه السيستم الأفضل اقتصادياً، لكن ترى الاقتصاد وين يشتغل؟ في المدى محدود، بعدين يكون ما يشتغل حتى يعني هو مصرف انه ما يشتغل. يعني تجي انت تسوي بنايه 30 متر واقول انا والله بسوي بيم عادي، يطلع لك البيم مثلا الدايمنشن مالته 3 4 امتار، ما يشتغل. ليش ما يشتغل؟ لانه راح يجون يباعون هذه. وين عندك الخدمات تفوت جوا البيم وعندك كذا، زين الوزن الاساس ما ادري ايش التربة بالحاله، بعدين شوف السيستم ما يشتغل. اذا الايكونومي حدود، لكن حدود يعني خلينا نقول مدى مالته قريب، ولكن بعدين اكو حدود اوسع انه يكون ما يشتغل. لهذا تشوفون هسه الان هذه هي انواع، هاي المكتوبه الان شوفوا هي سيستمز reinforced concrete beams with ribbed or solid one way reinforced concrete slabs reinforced concrete flat slabs reinforced concrete الاخري مصطلحات، وهي مصطلحات بالبدايه رابعه. اذا هناك مرحله مهمه شنو اسمها؟ اختيار السيستم. هسه واحد يقول والله انا كل الابنيه اللي تجيني هي تقليديه ومثلا كلها فنادق او ما ادري ايش شيء، اوكي راح يصير السيستم يجوز كله سلاب بيم سيستم. بس الان بدت وظائف الابنيه تتطور بصراحه، بدت وظائف الابنيه تتنوع. يعني تجي طابق عندك مطعم، طابق عندك مثلا مركز ثقافي، طابق عندك مثلا قاعه مؤتمرات، طابق عندك مكتب، فهنا راح تصعب العمليه. يمكن من اصعب المباني اللي مر علي يعني ما ادري اذا هي موجوده هنا تحت ايدي اذا حضركم عليها من جايه، هي مركز ثقافي في البصره، مركز ثقافي في طابق اكو يردون قاعه مال مؤتمرات ساعه 200 شخص 300 شخص، يعني فضاء كبير وكذا. في طابق لاخ يردون مفتوح هيك اوبن بي كافتيريا ما ادري شنو، طابق لاخ مكتبه غير شكل لود، كل طابق شكل. لهذا حتى امر الاعمده بنفس المكان لكل الطوابق أو واحدة من أصعب الأشياء كانت، وفعلاً ما رهمت بعدين إلا قصينا من قاعة المؤتمرات شوية، طيرنا من المدرسين وما مثلا مع أن جد حاولت. طبعاً دائماً أقول إنشائي الناجح هو اللي ما يقول للمعماري لا إلى حد وين سيف على الرقبة، شرده يقول ما أرد أبالغ أكثر من هذا. زين يعني بحيث يكون لا سيفتي مثل ما قال جعفر سلطان السيفتي في خطر. انت طبعا خوف مو تبقى تتنازل وتقول معماري هو على حق، لازم اني خيال المعماري اسويه يتنفذ وكذا، لكن خير شيء السيفتي بعد ماكو. انت عندك سيفتي وكود يعني حق السيفتي كذا، بعدها ما تتنازل. هذا هو الخط الاحمر. لهذا شوفوا انشائيين يعني بصراحه يعني صرون بارعين، وهم يحققون افكار المعماريين. لو نرجع على زها حديد وافكار هذه والكيرفات مالتها، لو ما اكو انشائيين محترفين هذه كلها ما تصير بصراحه. الافكار تبقى يعني مجرد سكتشات على الورق، ما تصير على ارض الواقع. هذه سفت فكره سريعه على مرحله مهمه تسبق دخولنا بالبرنامج، لانه رجاء قبل ما ندخل للبرنامج لازم احنا عندنا ستراكشر. هسا هذا مثلا المثال، هذا شنو هو الان؟ هو قلنا فندق، فندق صغير يمكن هاي 12 او 280 متر مسحته، مربع يفد بيتين ثلاثه كذا طقوهن صاروا هالشكل فندق بالولايه كربلاء باب الخان يمكن. الان وين راح يصير ستراكشر؟ ما دام الاعمده اختارها المعماري فاني اكيد شو راح افكر؟ امرر بين الاعمده شنو؟ بيمز، واقعد على البيمز لا يمكن السيستم هو محكوم عندي. هاي المرحله يعني اللي قدام محلوله، وهاي لهذا هذا يصير شيء اكيد احنا نرحب به لانه يسهل العمليه. لهذا شوفوا هسه في نفس الملف
يعني اقصد الستركتشر هذا، شوفوا الملف ثاني سويته اللي اعلمكم ان شاء الله، هذا حق شيء مهم انه شلون تجيب البنايه من الاوتوكاد طبها لوين؟ الستارت بول. هذا مساله مهمه يمكن شويه مو كلش واضحه. هذه خطوط، شنو هي الخطوط؟ هذا هو اللاي اوت مال البيمز. هسه انا ماخذ هذا للستارت برو مودي، وبعدين هسه نحط في بدايه الشغل يمكن اي هذا باحث قاعد اشتغل به بش. شوف جبت هذا اللاي اوت قاعد اركب بالبنايه شويه شويه، سوي طوابق، سوي كولومات، من شنو سوي ميش، هذا يصح ولا ميش الاخضر اللي هو مثل شنو سقف، بعدين سلام، وبعد كل ان شاء الله اعلمكم عليه. اذا واضح شفتوا الان الخطوه الاولى شنو؟ انه احنا قررنا شنو هو السيستم اللي هو بين قوسين اين مواقع الاعمده وشنو اللي يربط بيناتها، جسور عاديه او ريبد سلاب او كذا، او سلاب وذاوت بيم مثلا زي مدرسه المظفر، سلاب وذاوت بيم هذا فلات بليد حتى على مود خدمات شيء براحتهم يشتغلون ارتفاع الطابق. واذا هذه ما تكمل انا ما اقدر اجي اطب للبرنامج، لانه اول خطوه بالبرنامج راح اسوي اعرف الجيومتري. هاي العمليه شو يسموها؟ يعني هذا الشكل يسموه الجيومتري. الجيومتري هو كمصطلح يجوز يعني ما اعرف له يعني تعاريف كثيره، لكن احكي للبرنامج جيومتري شنو؟ هو الطول والعرض والارتفاع اللي هو بين قوسين كل الشكل يجمع كلمه واحده هي الشكل. زين هسه احنا خلينا ننتهي من هاي المقدمه. الان احنا شنو الجيومتري مالتنا؟ اسمحوا لي انا اسوي اكزامبل، راح اسوي اكزامبل جدا بسيط حتى شنو نكون احنا نبدي بصراحه بدايه تمكننا من السيطره على البرنامج كخطوه اولى، ومن ثم عود يصير البرنامج بدينا مثل المحبس فنقدر نروح جيومتري معقد اشكال معقده. بمناسبه هسه هذه يعني اكو امثله ان شاء الله احكي لكم عليها في وقتها، ما اريد اقول هسه اكشف كل الاوراق مالتي. اوكي هسه اجي انا بحث سمت فد مثال، خلى اعيده هسه الان هذا المثال حتى يكون عندكم ايضا بالتسجيل. يعني على سبيل الفرض هسه خليها مرسمها ايزومتريك همتين للسهوله راسا البنايه باعتبار هي عباره عن مربع هذا يعني سلاب بيم سيستم عادي تقليدي ويستند الى اربع كولومات بهالشكل هذا البسيط. اوكي و عندي هنا لود، سنتعلم ان شاء الله اللود وانواعه وش قد ناخذه وشلون ندخله للبرنامج، ومحاط بيمز. وخلينا نقول كانه هسه خلينا نخلي ابعاد ايضا، خلينا نخلي ابعاد. اذا هذا مثلا 6 وهذا 6 متر الرسم. يلا اذا طلع عندك مستطيل مشي لي اسوي لي مربع. زين زين برسم بالديجيتال بين والكذا، يعني ما متعلم الا ارسم على السبوره. بس انا يعني فكرت اليوم انه ارسم على الشاشه حتى يبقى عندكم بالتسجيل، لانه السبوره ما تطلع ضمن التسجيل حتى كل الاشياء اللي هم ماتين رسومات وكتابه، وان عذرونا الوضوح يجوز مالت الداتا شو مو كلش بيرفكت. وفي حال تحسون انه الشاشه احسن ممكن نحول للشاشه هاي السكرين اللي فوقانا. ماشي زين اذا هذا هو ستراكشر، هذا هو معناها الجيومتري مال ستراكشر. جيد 6 في 6 في 4 كانه احنا اللي قدام قررنا انه الاعمده هاي بالاركان وبعدين فوقها سلاب وبيم سيستم مثل ما تلاحظون انتم بهالشكل هذا. اوكي هسه اذا تحبون انتم يعني ستيب باي ستيب ويانا، خلي نبدي كانه من الصفر، خلي اغلق البرنامج. زين اول شيء طبعا احنا ملفنا وين راح نشتغل به، يعني قدام نحضر لنا فولدر، لازم نحضر لنا فولدر. فانا هسه راح احضر لي فولدر نيو فولدر، هاي انتم شغلتكم تعرفوها. مثلا راح اسمي ستاد مثلا تريننج. لا عفوا انا فولدر سويت لي فولدر هذا شوف. اي يعني وين مثلا سووا فولدر، يعني رايت كليك نيو فولدر زين. هذا شو يفيدنا الفولدر؟ الجواب الملف اللي راح نسويه. يعني هسه انا لو ادخل مثلا على ملف فلان لو بعدني قاعد اشتغل به، شوفوا هسه شوف هاي الاستماع الملفات انا هذا هو الملف مالتي اللي بالايقونه مالت استاذ برو شيل مانا.
لكنه ايش قاعد تباعون؟ كم ملف مفتوح وياه؟ لهذا انت لا تشتغل على صفحة المكتب شو وين تجي تلقى مالتك مليان ملفات ما تعرف عشانية. فدائما احصر الشغل مالتك وين؟ فولدر. اوكي زين، هسه سوينا فولدر هيئنا، نجي الان نشغل البرنامج لاول مره. فدبل كليك على الايقونة التشغيلية مالته اللي هي هاي بها شيل مانو عليها مفتره مثل الحيه. زين هاي النافذه الرئيسيه، خلي شويه احكي عليها بما يخص طبعا الموضوع. وطبعا انا بصراحه اسمحوا لي ان يعني هاي الدوره سويتها يعني ما بالغ اذا اقول عشرات المرات، جربت اشكال طرق فشفت افضل طريقه بصراحه مثاليه انه احنا شلون اخذنا ستراكشر بسيط، نطب البرنامج من الاول للاخير بشكل سريع على مثال بسيط. ما تشعب هاي هيك تسوي هيك كذا مثل ما كتب التعليم او الهيلث او كذا. يعني يمكن هسه احنا يجوز اليوم نكمل مثال بحيث نسوي ران ونطلع نتائج، بس مثال بسيط. ايام القادمه نبني هسه كل شغله طبينا بها روح نتوسع. مثلا راح اقول هسه سبورت فيكست، خلاص راح اسوي فيكست واطلع بالله. لكنه بالايام القادمه راح اصير محاضره خاصه انواع السبورت وعلاقتها بالاسس بالحياه العمليه، وش نختار وياه الاحسن وكذا. انا شفت هذا الاسلوب اكثر بتركيز، ويقدر الواحد ويانا يكون يعني حق يتابع، لانه من اجاني كل خطوه اتوسع بها واتشعب شفت يتيه يعني المتعلم قصدي يعني بالبدايه يتيه. اوكي اذا هذه النافذه بهذا انطلاقا من هذا المبدا بها اشكال الوان، بس شنو بها الان؟ هنا مجموعة من المهام، هنا هذه أيضا مجموعة من الأشياء الملحقة بالبرنامج اللي هي مثلا هذا يصمم جسور، أو هذا مثلا يحسب كميات مال بناية، أو هذا أهمهم اللي هو يسرع الران اسمه Advanced Analysis Engine. يعني شلون يعني هذا هو اللي يحلل. يعني انا شوي راح اعلق بشكل ما ادوقكم بالنظريات، انه البرنامج عليه من مبني على طريقه اسمها ماتريكس ميثود، تجيب شكل شوي كلش خفيف سريع زين، لكنه هاي طريقه التحليل مال ماتريكس اكو بها طرق متقدمه. فهذا ادفانس انجن معناها الرن بمكان نص ساعه يصير مثلا بخمس دقائق. وانا اسال هذا السؤال دائما يعني المشتركين، مثلا ران سبع دقائق شو تقولون، وقت طويل ولا قصير؟ طويل أكرم. طويل سبع دقائق شيء عندكم مبني مبين قصير. أبراهيم شو تقول؟ المصمم يعني مو شيء، أي شغلة تقدر تجوا شيء أكثر أكيد يعني تتعبون يصير هذا على شغل. هي مو هالشيء أصلاً، راح أقول ما أنا هذا عندي غلط بالسؤال بصراحة. انت ماكو مصمم يجي وسوى الستراكشر مالته ومره واحده وراح سوى له ران وانتهت. كل مصمم راح يضطر يعدل اكثر من مره، يقول ها هذا العمود والله خليني ادني هيك شيء، ما ادني هذا العمود انا سويته مثلا سيركل قطره 50 سنتيم، خليني اسوي مثلا 60 سنتيم، خليني اقلل 40 سنتيم. يعني ممكن يغير تغييرات ويشوف شنو تاثير هاي التغييرات على الشغل مالته. لهذا هاي سبع دقائق تصير سبع سنين بعدين بالنسبة له. ليش؟ لأن هو ليسوي الران بد 50 مرة 100 مرة، فوقت الران بصراحة مهم. لهذا صار راح نجي عليها إن شاء الله. أوكي؟ فهذا أدوات ممكن مرة راح يطول هذا خلال الفترات عنده مخزون راح يجرب شيء ماشي على عائلة. صحيح، بس مو وقت الران هذا الكمبيوتر يأخذه، هذا ما يقدر يتحكم به. هذا على من يعتمد؟ يعتمد على عدد النودز بالبناية، سنحكي عليه ان شاء الله بكلام ان شاء الله. اوكي هاي الملفات السابقة ها ايضا بها بريفيو يطلع شكلها، انتم ما عندكم هيطلع فارغة اكيد لان بعدكم ما بادين ملفات. وهنا أنا اكو مثل الحق الهيلب الاخري، وهنا ربط ويا الانترنت. بس اللي هي مال الادفانس هو ليش كان خياراتين عادي وادفانس؟ يعني اذا تسمح لي اجاوب ورا التسجيل حقا يعني اعتقد البرنامج تشتري به انواع اي ثلاث برامج 10 او اكثر من الجهاز تمام، بحيث تشتري ويا ادفانس شكل فلوسه بدون ادفانس. احنا اعطوناها هديه قالوا انتم خطيه داعش وكذا. اوكي زين احنا اذا نختار نيو بروجكت إذا بلا زحمة عليكم نختار نيو بروجكت، تنفتح أول نافذة. كنا الآن المفروض إذا بدنا نسوي أبلكيشن بدنا نتدرب، هاي أول نافذة. زين
شنو الان يعني اسمحوا لي انا اقول هذا يعني انه كل نافذه راح تسالني اسئله انا يكون اجي جاهز باجوبه لهاي الاسئله اوكي اتفقنا وكل نافذه مرات هي عندها اجوبه بس الاجوبه ديفولت وتسالني هل ابقى على الديفولت لو اغير خلينا نشوف مثلا الان فايل نيم اكو فايل نيم مو فارغ الحقل بس هو تلقائيا ما عندك انت اسم للفايل نيم وش يسمي ستراكشر 1 ذس از ذا فيرست اتمبت انا دائما ملفاتي يعني يدرى ابراهيم سوف هذا ملف المزار وصل 18 كذا ليش لانه غير وغير فانا حتى نفسي حتى ما ارجع مثلا اقول له ارجع لهذا مثلا هو عشان احسن فدائما اخزن يعني سوي فيرجنات ما تيجي حتى مين تخربط شو سوي فيرجنات فمن تغير اخزن ثاني ثالث وكذا ترجع للثاني احسن يطلع له بعدين رابع وتمام اوكي واسمح لي طبعا نحكي بالاثناء شلون يعني ليش نختار وليش كذا ماشي اسمه ستراكشر 1 وين مخزون هو مخزون في فولدر من ضمن البرنامج مالك لا انا وين اريد اخزنه راح سطح المكتب الان وينك يعني من فولدر نيو فولدر يا صحيح ابدا ادور على غير شيء اوكي استاذ برو استاذ تريننج سميتها اني اوكي تغير المسار الان استاذ تريننج صار زين شنو اسمه ستراكشر 1 خلي 1 بخلي بغير اسم يعني انا ما اخزن اسم المشروع اذا عندك هاي ملفات وكذا وخافين خبطا هوتيل هوسبيتال كربلاء نجف شو شنو انت اسم الشخص مرات فلان مشروع فلان علان اوكي واضحه اوكي زين الشيء الاخر سنه لا هنا اذا ما عنده ديفولت وهو نوع ستراكشر سبيس بلين فلور تراس يعني خلينا اذا حد يعني بصراحه يحتاج شيء ما له حد يسويه اكرم قول لنا احنا نرجع وياكم يعني حتى نستمر خطوات سهله على النيو فولدر اي هذا بس خليه يروح لهناك الرائع يعني هو راح يصير باث يصير هذا مسار يروح لهناك هذا اي صحيح اوكي اكرم شنو اختار ماشي اختار زين حتى شنو الان شوي ننتبه هنا نروح لها شنو اختار شنو الفرق بين سبيس وبلين من يعرف سبيس فراغي هذا 3D 3D اوكي جيد 3D وبعد بلين 2D 2D اكزاكتلي فلور 2D لا 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 هم لحظة بس سبيس 3D بلين 2D فلور 2D يعني هم 2D بس شنو الفرق؟ SOG شنو هي؟ أول أسمع بها SOG Slab on Grade يعني خلينا نترجمها غير شكل فؤاد انت تحكي عن شغل خلينا نقول كونستراكشن كانه لا يعني اقول 2D بس المستوى شنو؟ الافقي افقي بلين 2D بس المستوى شنو؟ عمودي نعم اوكي بس بلين شنو؟ 2D تراس تراس 3 سوري شلون تراس بالعكس قاعد ننزل هسه وين وصلنا؟ اكس 1 تراس شنو؟ تراس 2D اي شوفوا يعني انا اسف انا يمكن انا صوتي المفروض ما بس اخليه هيك انا اقول 3D 2D 1D اقصد بيها الانترنال فورسز يعني الرياكشنز اللي تطلع بالممبرز داخليه اوكي يعني مثلا تراس شنو؟ واحد عافيه زين يعني هذا الان هسه ممبر بالفراغ يعني هو سبيس تستعجل كم قوة تأثر عليه in space 3D يعني مو محاور كم قوة كم internal reaction يطلع به 3D لا دخلت الزمن دخلت يمكن لا ستة خلهم بعد شوية أوضح لكم بصراحة أخذوها قاعدة حتى ما تنسون بعد يعتمد عدد الرياكشنز على عدد حريات الحركة هذه الآن هاي نقطة طبعا احنا سبب البرنامج راح نتعامل مع نقاط عليكم شنو النقاط وكذا نقطة النقطة في الفراغ
كم حركة تتحرك؟ ثلاثة بس. بس على الموجب ست. سالب الموجب؟ لا موجب. هاي النقطة حركة حركة حركة. أنتوا قاعد تفكرون بس بذني. لا ما لا. شنو ثلاثة بقية شنن؟ الدوران. الدوران يعني سنحكي عن يسموه degrees of freedom حريات الحركة. نقطة انتهاتها بالفراغ. فتتحرك ست حركات. انتقالية ثلاثة. دورانية شقد؟ ثلاثة. أوكي إذا فكرنا كرم بالمحاور يعني إذا باتجاه المحاور وحول مثلاً المحاور أو كذا. أوكي؟ ست حريات حركة معناها إذا هذه الحقة هاي النقطة ثبتناها. جيت لزمتها بيدي هاي النقطة. معناها حتى لزمتها بيدي لازم أوفر قوة تمنعها من الحركة. هي أصلاً كم حركة عندها؟ ست. من كم قوة لازم أجي وأصرف عليها؟ أروح أشتري قوة؟ ستة. ثلاثة منهم حركية اللي هنا شو صيح لهم فورس حتمنع الحركة أصلت فورس وحتمنع الدوران أصلت مومنت عزم. إذن ثري فورسز ثري مومنتس وينهم؟ واحدة اثنين ثلاثة والنكس وايزة الدوران حول المحور أحسن. بس إحنا هذا مثلاً يجوز حتى نصيح له بيندينج موشي. وهذا شو نصيح له؟ لا شوف اتجاه زين أكرم. هذا هم بيندينج. بس هذا هتش ده يسوي. وهذا بالاتجاه الأفقي هتش ده يسوي. وبعدين الله واضح أو لا يعني صراحة زين. وبعد والثالث هسه التورشن هذا. هذا هو التورشن. هسه اوكي اتفقنا. اذا من اقول اخواني 3D خذ ارجع للبرنامج حتى ما اروح وايد توسعت يمكن سبيس راح يحسب لي كم قوه وكم حركه حركه سته اذا اسوي تك عليها من على سبيس بلين بلين ارجع الرسم اربعه خليه يسوي بلين ايش ادوخكم هذا الان هسه بالبلين شنو هذا هذا بالبلين اوكي كم قوه هنا انا 2 كم دوران 2 بلين واحد دوران ازرق مو شباب ازرق لا اذا انا اقول 2D يعني ايش صار 3 شوف انت يعني بصراحه هم يمكن يعني بعضكم فكر يقول لكم فكروا بحرية الحركة قبل ما تفكرون شنو بالقوة كان الأحسن اللي قفتوا رؤيته ثلاثة لأن حرية الحركة شلون حركة هيجي وحركة هيجي وحركة هيجي ثلاثة عمودي على الصفحة ماكو فهذا اللي قال أربعة وين الرابعة ماكو إبراهيم ما أدري أنت ترى صدق نرجع على أسئلة الفلور مثله تراس قلنا وان دي ما راح يصير تراس انا كل حكي حتى نرجع على التراس ايش قد وان دي بس تو فورس تو فورسز لو هم فكر بالحركه اكس واي تراس وهذا ايش درسنا ناسي بس اكس ايش بس عافيه شلقي من ذني ألغي المومنت مو سلطان وخر بعش وخر عمودية الأفقية عمودية عافية من أقول تراس هذا لو تعطون تنشن كومبرشن بس أي أوكي واضح إذا ما راح أقول له نوع استكشر تراس راح يفهم كل منبر بالبناية يشيل يتحرك باتجاه واحد يا اتجاه المنبر ولو شد لو ضغط لا اكو دوران ولا اكو عزم ولا اكو بس واحد راح سؤال قبل شويه اوكي ماكو سؤال هو الاختيار سبيس يحتاج هو هسه على جهه احنا سبعدنا انا دا اقدم شنو التعريفات شنو نختار بعد ما قلت شو حنختار زين واحنا من الاعم من منو
خو سبيس يشمل كله. انت من تقول سبيس يشملها كله. بلين طيرت نص، فلور طيرت فد نص معين، تراس طيرت اصلا خمسه وبقيت واحد. فانا السؤال ايش تختار؟ خوش بتختار سبيس وانت تكون شنو؟ بالسيف. نرجع لها مربوط ويا الكلمه اللي قلناها قبل شويه اسمها الران تايم. الوقت الران تايم. يعني انت عندك تصمم تراس وتعرف التراس سلوكه الانشائي هو اكسيال ممبر اونلي، يعني يتحمل فقط قوه محوريه. بعد تعليم مو تنسى من تقول له سبيس هو شو يسوي؟ يحجز بالذاكره. بمناسبه خليني افوت بهالقضيه، هو هذا يحسب البرنامج على طريقه اسمها ماتريكس ميثود وفاينايت اليمنت. يعني شنو؟ يعني الماتريكس مالته بالضبط راح تصير مربعه الرئيسيه يسموها كي ماتريكس، وابعادها عدد النودز اللي بالملف مضروب في حريات الحركه السته. فاذا لو اقول مالتي البنايه عباره عن بيم واحده بكم نود؟ اثنين. كل واحده بيها بالسبيس سته، صارت المصفوفه 12 في 12 كل نقطه سته، نقطتين 12، فالمصفوفه 12 في 12. زين انت عندك تراس، هذا المنبر هو تراس، اذا انت تحتاج شنو؟ واحده هنا واحده هنا، مصفوفتك الصداقيه شنو؟ اثنين في اثنين. اذا انت تشتغل مصفوفه 2 في 2 والتحاجز بذاكره الكمبيوتر مصفوفه 12 في 12 شلون الران تايم؟ محترم. زين، فاذا يفرق الران تايم الاختيار يفرق. الران تايم ما يفرق بصراحه، يعني خل احكي عن تجربه حتى لا اكون ادوخكم. يعني انا كله اختار سبيس، صار يعني فتره طويله اختار سبيس. ليش؟ لان كمبيوتراتنا الان يعني من شنو طالب ماجستير يعني صار فاضي ولا يهمون الاخوان، يعني كنت نشتغل بشيء اسمه مين فريم، تتذكر جامعه مين فريم؟ روحي بهذا النادي الفروسيه. مين فريم شنو؟ يعني اصلا احنا حاسبات ما تتحمل شغلنا والذاكره وكذا، فنروح فد شيء بنايه اسمها الحاسبه، بحيث الهارد مال الحاسبه ما حيطب له ممنوع، وقاعد انت ملحق على البطاقات المثقبه. ابو هاشم خلينا لكن في المره الجيل كلش قديم. زين، واحنا نروح عندنا تيرمينالز، يعني ذني كلهم تيرمينالز شاشات بس. وين يقبل وين الشغل؟ شغل غرفه نخه هي اسمها الكمبيوتر. ولهذا نروح احنا من تجي تجي يحسبوا لك وقت. انت لك من ساعه حلقت ساعه حلقت. فلهذا هنا يبدي يصير عندك مهم الران تايم يكون تروح المكان وشي. زين، تجي هنا مثلا حاسبات من كنا قبل هم ظهرت البي سي وظهرت مثلا اللابتوب والكذا، هم كانت البروسيسرات بعدها هم بصراحه تشتغل بنايه مثلا اتذكر ست سبع طوابق. الران بالساعات اقوم اهتم سبيس وبلين وادور هاي السوالف. هسه لا، يعني على قول تجربتي لحد 11 طابق 12 طابق الران يجوز خمس دقائق ست دقائق. لهذا بصراحه نختار شنو راسا ممكن؟ سبيس. اوكي، هاي طبعا يعني الحقيقه مو بس حكيت على السبيس والبلين والفرق، اكو اشياء كثيره هم بالمستقبل هم بيتم منها هسه. اوكي، اللي حريه الحركه والقوى والى اخره. وحدات، ايش تختار وحدات؟ هو اللي قدام ايش بختار؟ هو ديفولت. بالتثبيت ثبتناه مثلا متريك احنا اختارينه فطلع هذا، لو ما اختار متريك حيطلع له غير شيء، ممكن يرجع يغير اكو بالصفحه الاولى كونفجريشن هنا كانت هذه ممكن يغير بها ماكو اي مشكله. زين، ليش كيلونيوتن ومتر؟ ليش مو مثلا نيوتن ومليمتر؟ خذني هم ساينس. هاي اسال الطلاب الشباب لانه بعدها فريش المعلومات، ليش؟ ما محسوس الرقم؟ يعني شو يعني؟ ارقام المتر افضل من سنتيمتر السلام هذه وايد. الارقام حتى ما تكون في 10 اس كذا. في 10 اس 11. او في 10 اس ناقص 11، لا تكون كلش صغيره، لا بصراحه الكيلو نيوتن والمتر هي إيه الارقام اللي يعني 200 300 كذا 100 نقدر اقول نتعامل بها، فهي اروح شيء وهم سوي ديفولت. اوكي، هاي النافذه نمشي نكست. السؤال الثاني، اذا النافذه اللي راحت سالنا شنو اسم البرنامج؟ وين تخزن البرنامج؟ شنو الوحدات؟ شنو الستركشر؟ الان جاء السؤال الثاني. السؤال الثاني قول انا هسه احكي بلسان حال الاستاذ برو، من اين تريد ان تبدا؟ يعني اسم النافذه؟ هاي والله، where do you want to go؟ والله ما اسم النافذه، وين تروح؟ وين تبدي؟ تبدي مثلا ترسم المنبر، ترسم البليس، ترسم كذا الى اخره.
الجواب احنا بصراحه عندنا مجموعه خيارات، خل استعرضها سريع. شوف اقول اد بيم، اد بليت، اد سوليد، لان بيم بليت سوليد شنو هن؟ هن يسمون انواع الاليمنتس، انواع الاليمنتس بالبرنامج. اذا خليني الان افوت بتعريف انواع الاليمنتس بالبرنامج، لان ترى حتمثل بنايتك الحقيقيه بمن؟ بإليمنتس، إليمنتس صغار. هذا احنا قلنا الطريقه اللي يعتمد عليها هي اسمها فاينايت إليمنت، إليمنت محدود الابعاد. اوكي، شنو انواع الإليمنتس؟ هم ترى يعني اسمحوا لي اسالكم اذا ما تنزعجوا من الاسئله ما عليها درجات. اوكي زين، هذا اسمه ممبر إليمنت، خط يربط بين نقطتين. شنو هاي؟ خلينا نوضح شويه. ممبر إليمنت، ممبر إليمنت. الثاني اسمه بليت إليمنت، هذا بيه سمك صغيروني وبيه ابعاد كبيره. الممبر إليمنت بصراحه خل اوضحها هماتين، بيه ابعاد صغيره اللي تمثل المقطع مالته، وبي هذا الفضاء بعد كبير. يعني الاسبان مالته كبير للكروس سكشن، هذه الاسبان مالته هم كبير بالنسبه للثيكنس. هذا شنو اسمه؟ بليت. النوع الثالث اللي هسه شفناه بالذيك النافذه سوليد اسمه، كل الابعاد ماكو واحد كبير بالنسبه للثاني. يعني انا اخص خرسانة مكعب بس هي قصدي يعني متقاربه فيما بينها، هذا سوليد. خوش هسه الان اسئله لكم. ممبر وين يفيدنا؟ بليت وين يفيدنا؟ سوليد وين يفيدنا؟ بالحياه العمليه اخذ يعني في بنيتنا الحقيقيه. يعني ممبر هو الجسور، يعني تقصد بيمز، خلينا نستعمل يعني جسور قصدي بريدجز او شيء. نعم لا ممبر لا احكي يس اكزاكتلي. اذا متفقين ممبر كولومز اند بيمز اكزاكتلي، هو هذا احسن تمثيل له كولوم بيم، لان هو هذه الممبرز الكولوم والبيم هي الممبرز اللي لها كروس سكشن محدود الابعاد بالنسبه للفضاء مالتها، اذا ارتفاع بالنسبه للاعمده او اذا فضاء بالنسبه للبيم. بليت من شكله هو المناسب للسلاب، و معقوله بيم وكولوم اثنين وهذا خطيه واحد. شوفوا لنا فاونديشن، يعني مو فاونديشن كلمه جزء بايل جزء مثلا وول. خلينا نطير كلمه شير ابراهيم لانه حتى انا احكي عام، لما نقول وول ريتيننج وول شير وول اوكي بيرنج وول الى اخره كلها وول. اذا هاي الاشياء اللي هي لها سمك محدود وابعاد كبيره هي الوول السلاب كذا يرهم لها منه البليت اليمنت. البليت اليمنت نجي للثالث اي بس سيا فاونديشن مثلا مثلا باح المثال مثلا كان اساس الماكينه، لا مو الرافت عفوا ابو حسين الرافت مثلا بنايه خلينا نقول هسه 30 متر في 30 متر وسمكه 50 سم فبليت. لا احنا بنحكي مثلا هذا يعني يمكن هو مثال الفاونديشن مال الماكينه مثلا مسد مثلا بايل، لا مو بايل مثل الكولوم يشبه الكولوم قاعده العلم الطويل هذا عفوا البلوك مثلا تشيل برج مال كهرباء برج مال اتصالات مال علم مال كذا اوكي زين بهالشكل هذا. فاذا مالتها يعني الفرق هو هو سنا سؤال مهم، هو ليش يعني هذه هي تعتمد على الشكل فقط لو على شيء ثاني؟ الجواب نفس الكلام اللي قلته قبل شويه اللي هو القوى. يعني شنو القوى؟ يعني الان من اقول سوليد شو قبل شوي قلت سبيس يشمل الكل، سوليد هي كلها سوليد هي كلها 3 دي اوكي، لكنه انت من تجي تقول بهالشكل وتجي تحسب كل القوى مهمه وكذا، ايش راح تصمم؟ انت اول تعرف تجي الكود، الكود يقول لك هاو تو ديزاين تو ريزيست شير، هاو تو ديزاين تو ريزيست مومنت، تايبس اوف مومنتس، بيندنج مومنت اراوند اكس واي اتسترا، او تورشن او انت الان المنبر ممكن المنبر صممه يتحمل كل ذني. ليش؟ ببساطه لانه مثلا تجي منبر تراس منبر بي فقط
قوة كومبريشن اكسيال فورس والبقية لو بوينت او وان لو صفر لو كذا. احنا من اول شنو مصفرات. فلهذا انت تختار تراس مانبار لان تعرف البقية هنا شنو صفر. خلي هذا هم يربط ويا الكلام اللي قلت لك قبل شوي. يعني انت على اساس تقول 3D 2D وكذا سان شو حكيت ران تايم واتفقنا من الاول انا ما لازم احكي غير بلغة المهندس مو لغة الاي تي او الكمبيوتر بروجرامر او كذا لغة المهندس. فالمهندس عنده قوى وبعض القوى لها قيمة significant يعني محترمة معتز بها ما زي بالعربي وكل نجليجبل واحنا مضمون علينا neglected negligible ignore this كأهمل يمكن هاي نكيف كمهندسين دائما على أهمل حتى طلابها من كيف ليش لأنه سهولة. وأنا دائما أقول الكودات عندها هدفين دقة وسهولة. ليش الآن إحنا نريد نشتغل بأسهل الطرق حتى أسرع الأوقات لكن في نفس الوقت تكون دقة وأيضا شغلنا بسيف وإيكونوميك خلينا نقول بهالشكل هذا أشياء خلينا نقول ملتزمين بها. إذا هذه حق التمثيل مال هذه القوى. فالقوى راح تعتمد عليها من على الشكل اللي هو هذا مثلا بيندينج بالثين إليمنتس أو مثلا منبر اللي بها القوى تأثر بهالشكل. فلهذا تهمل ممكن بقية القوى اللي ما لأنه قيمتها صغيرة جدا. أوكي هذه إذا انتهينا من الإليمنتس. فإذا هو جدي يسأل البرنامج يقول من في تبدي بس هاي أول ثلاث حقول بعد بي حقول أخرى. Open Structure Wizards هذا خيار. شنو هي الويزاردز؟ الويزارد غيروا اسمها سمعتي ويزارد هي معناها ساحر او فتشي بس ما ادري شو ما سموه ساحر. كان اسمه انا احب الاسم القديم وانا احب اسميه باسمها القديم لايبراري مكتبة البرنامج يعني هي المكان اللي بيه ابنية جاهزة. اوكي زين بعد شنو وراء ابدي بالاديتر. يمكن لحد ما شفت واحد يبني بأديتر. شلنا قبل مجبورين نبدي بأديتر. ليش؟ أنت تذكرون الباحة من قلت احنا نعرف الكوردينيتس والنوز كلها بدينا واحد رد واحد يطبع كذا. انت تجي تكتب هاي الأشياء. كلنا نحب نبدي باستخدام يسموه الجرافيكس جنريشن يعني نلزم الماوس ونشتغل صار الماوس ما يحتاجنا زين. أو شنو؟ Open Building Planner Mode هذا جديد. هذا يمكن دخل اخر سنه سنتين لان ما شايفه قبل. تخطيط شنو هم ما اعرف بصراحه شنو تاثيره تخطيط للبنايه كذا. اخر شيء هذا قديم موجود job information. شنو يعني؟ اكو فد مكان تطلبي معلومات اسمك اسم المشروع تاريخ المدري شنو ممكن تبدي بها. نفسها موجوده هاي اذا تحرك شويه يعني ناخذ ككل. ككل؟ لان هاي صار جواب ولا صار ثلاث. ماكو هنا وين؟ أذني القرارات. أذني ها أذني يطلع بيتنا. أوكي أنا بصراحة ولا مرة مجرب تدرون يعني هارب من وجه العدالة فما أخلي لا اسمي ولا كذا زين. فيعني ما أخلي اسمي على البرنامج بصراحة خلي أقولها فتشي يعني ولا كان قاعد نسجل يعني البرنامج اللي تقدمه إلى يعني خلينا نقول شركات وكذا عشان دائما نكتبه نفتخر إنه إحنا مشتغلين في البرنامج وخليه تقاريرنا الرسمية وشي. بس الآن من العراق فتح على العالم وقمنا نسافر وشي فبصراحة نقول إحنا استخدمنا برنامج كمبيوتر بس ما نقدم في هذا هاي حقة. وعنده فورمة بعدين سو فورمة مع الكالكوليشنز أنت تسويها بعدين تقدمها إلى جهة وشي. لأن هذه الجهة بعدين تسألك انت اشتغلت في هالبرنامج برنامج منين لك كذا والسؤال تعرفون الامور هذه تنتهي الى ما لا احمد عقبه. فاني ابدي دائما اللي يحب يمشي على خطايا يبدي من هاي المكتبه. ابدي دائما للمكتبه. ترى ما عندي هذا الخيار اوبن بلانر يمكن اخاف قديم خاف لان هذا قلت لك هذا عفوا جديد هسه بس عندك المكتبه اوبن بالضبط وزر ففنش بلا زحمه راح يطب تلقائيا للمكتبة وزارة المكتبة. يس وزارة المكتبة هي نافذة جديدة. هذه نافذة شوفوا هذه نافذة جديدة المكتبة غير البرنامج. البرنامج هو هذا صار وراء المكتبة اللي انت طبيت رسمة عن المكتبة. اوكي ايش بيها المكتبة؟ المكتبة طبعا واحدة من عناصر قوة بالبرنامج بصراحة. يعني انا دائما اجي برنامج جديد اروح ادور بي مكتبة لما بي مكتبة اشوف مكتبته زينة لو مو زينة. ليش؟ شو تفيدنا المكتبة؟ هو هذا السؤال. لأنه المكتبة هي بديل عن إنه إحنا نجي ندخل
الجيومتري نرسم. هسه مثلا نجي اول بلا زحمه هنا، هذا شوف القائمه تفتحوا لنا بلا زحمه، هذه القائمه شوفوها، هاي هي قائمه المحتويات مال المكتبه، فروع مال المكتبه. تراس موديل مثلا، خل افوت تراس موديل، ايش طلع لي؟ مجموعه من التراسز. افوت على اي واحد دبل كليك يطلع لي نافذه فيها ارقام وشغلات، قول ابلاي راسا. يعني اهم شيء اشوف شنو هي المكتبه. بصراحه انا اقول واحده من الطفرات بهاي البرامج، لان بعتبر اني معاصر الجيل القديم والجيل الجديد، الرسم. كان دائما عندنا قلق، كان دائما عندنا قلق قبل انه انت بتدخل هاي المعلومات، اخطأت لو ما اخطأت. فاحسن طريقه شنو؟ الرسم. يجي يرسم قدامك الشكل، يقول اي والله هو هذا اللي اريده الشكل. كنا قبل بصراحه ماكو رسم، ما تدري انت تكون بعد انت وحظك على النتائج، على حس الهندسي كذا. هذا هسه تراس. نعم. احنا نرسم واحده يعني السؤال احب هذا، انه احنا ليش ما نروح اد بيم نبدي مثلا نضيف بيم واحنا نرسم واحد واحد؟ نعم هذا سؤال مهم، ذكرني بعد شويه. خلينا نشوف المكتبه ونشوف حتى الفرق شنو بين الاد بيم والكذا. زين اسهل شنو انواع تراسز؟ اوكي زين. في صراحه بيني وبينك بعدين احنا راح نروح اصلا اوتو كاد، يعني ايه انا صحت لا اد بيم ولا مكتبه، بس انا شويه شويه تدري. زين كل مكان ده نفتح كل تراس اكو نافذه، بس نقول ابلاي يعني قاعد نستعمل الارقام اللي هي ديفولت. احنا قلنا اكو ديفولت تلقائيه في تلقائيه. شنو هاي الارقام؟ انا اترك لكم انت تعلم نفسك بنفسك بالتريننج، روح غير اي شيء وشوف شنو تاثيره. هسه مثلا عفوا هو الشكل بالضبط، ابعاده طول ارتفاع كذا، وبعد شنو بي نمبر اوف بيز. زين هسه خلينا لو كنا خلينا ناخذ فد شيء اللي هو سهل، مثلا هذا برات تراس نوع برات، خلينا نشوف شنو يبي. يقول الطول 50 متر، الارتفاع 10 امتار، الوث 10 امتار، نمبر اوف بيز الونج لينث 3، نمبر اوف بيز الونج ويث 1. خلينا نفوت نشوف. هذا هو التراس، الطول هو هذا، الارتفاع هو هذا، والعرض هو هذا. 50 10 ب 10 بعد شنو معلومات عندك؟ كان نمبر اوف بيز 3 ب 1 زين، مو 3، ليش كاتب 3؟ شلون حاسب البي؟ اذا كل اثنين حاسبهن بي، ايش يمكن استنتج؟ بس انا مثلا ما استنتجت هيك شيء، ب 10 راح اسوي، اقول 3 خل اسويها 1.5 لا لازم رقم عدل 6، شوف شو يصير، راح اكتب لهم ضعفا. اذا ما نافعنا وياخذ كل اثنين شيء اعتبره بي. اوكي إذن هاي عرفتها واحدة الأخ. أنا هسه أوكي أنا أريد 3، بطلت أريد 3، لكن أريد ما مساويات. هو شو يسوي تلقائيا ديفولت؟ الخمسين متر يقسمها على 3 بالتساوي 16.666 كل جزء. أنا شريف أريد أول باي لأن ذم اثنين سبانات مثلا 10، وبعدين مثلا 20، بعدين مثلا 15، بعدين بحث يعني خلينا نقول نقفل الرقم 10 عفوا خلي غير 10. ايش قد الثاني عجبك؟ 6 مثلا قلت لي مو، والثالث ايش قد؟ 7 تريد؟ 7 7 اوكي ما يقبل، لازم اجوع 50. اوكي هذا اهم بعض الاخطاء تفيدنا حتى تعلمنا، لازم 50. اذا معناها لا، اذا 10 مثلا لازم يقفل 50، لازم 50 بالضبط. اها 20 20 اي 20 20. شوفوا صار هسه هذا الاولاني اول اثنين 10 20 20. شيلاخ هسه بالهايت ماكو نمبر اوف بيز، لانه هو التراس شنو؟ بهايت واحد، لكن العرض
10 أريد يصير 2 بين أشوف شو يصير بالله تقسم الآن هل اتجاهها تقسم هسا أنا أسويها مرة أسويها كمان مرة واحدة لأن ما راح أسويها كل شيء ما راح أصير هذه الدورة كلها على المكتبة لهذا أنا أقول لكم هالطريقة تعلم نفسك بنفسك كل رقم هو وين شيء أثر غيره وشوف شيء يصير ما طولك ورسم قدامك أنت ما تخاف أوكي اتفقنا هاي أول التروسس جيد استمر الروح أي شلون صارت هذا برات شوف رحت هي 10 قسمتها 2 نمبر اوف بيز هم إذا عرفت مختلفات ممكن هم أسوي مختلفات أوكي واضحة عندنا كنا هسه أحد ما عرف شلون نسويها مع هذا هسه هي ما تنفذ عندكم بالفيلم ترجعون حتى بالبيت هم تشوفوها تطبقها سهلة ما يخالف أنا أقول واحد يطبقها لأول مرة ماشي هذا عندي تراس يعني يجوز بصراحة احنا نقول تراس قليل يعني ما أقدر أقول تراس مثل الفريم بصراحة فريم لا احنا أكثرنا راح نطب لوين الفريم ليش لأن الفريم خلنا نشوف شنو الفريم باعوا الفريم باي فريم طب خلنا نشوف الرسم الشكل هذا باي فريم وين يرهم عندنا هذا الشكل أبنية كل أبنية مالتي ستوري بولدينج هي بهذا الشكل بس يكون شكلها تقليدي جريد فريم أبالك نفسه هذا عفية هذا باعوا خلنا نرجع هنا قوة الملاحظة زين شوفوا هنا باعوا جوا ماكو ممبرز كان ماكو أسس فعلا ماكو ممبرز هسا هذا هنا يجي الثاني جريد فريم اكو ممبرز يقدر نقول اكو أسس وكو تايبين أو مثل البلوك أو هذا الشكل يعني ما الشكل أنا أطلع هو هاي مكتبة هو ما قاصد يقول لك روح منا أو منا لكنه أنت يوم يدري شنو بنايتك كل ما ينوع لك الأشياء كل ما حتى تقترب من الشغل مالتك فلور جريد خلينا نشوف شنو هذا تذكروا قبل شوية من قلنا فلور هذا فلور ماشي أها زين باعوا هسه الآن خلي نشوف النافذة مال باي فريم اها في دايمنشن لينث هايت ويث نمبر اوف بيز along لينث along هايت along ويث وبعد ممكن ايضا هذه نسويها مو متساوي هاي بعد ما اعيدها واضحه اوكي واضحه للكل قلنا اي احد هذا يقول لي ارجع عيد هذا ابدا ترى ما بيها عيب ابو هاشم والله صدق ما لحقت عليهم بصراحه وين السته بالضبط واضح يعني هسه حاليا مساعدة البشمهندس هناك أنا توصية من البداية بس هي توصية يعني وما بس أوكي. الآن باي فريم ماشي هاي طلعت لك جيد هذه هسا أنا اللي أريد أقوله هاي الباي فريم باع الحقول كلها مفتوحة روحوا طفروا وراها رأسا للفلور جريد شنو صار بالفلور جريد أكون أشياء انطفت شنطفة هايت ماكو لقينا 2D أفقي فماكو هايت ارتفاع البعد العمودي سنتنبه على هاي بعد شنو أكو continuous beam قبل ما نطب الرسم مالته أها انطفت الوث والهايت طب قبلت اللينك نشوف شكل هذا وين هذا اللي على هاي اروح دبل كليك على هاي مثلا بيم بالضبط كونتينيوس بيم على اكثر من سبان سبان واحد تريد قول له سبان واحد نمبر اوف باي واحد سبان شفت شلون؟ بس كنا تدرجنا من ال 3D إلى 2D إلى 1D أوكي نعم شنو عفوا؟ أوكي هاي الرابعة continuous beam يعني دائما شوية بسرعة لأنه أنتم ممكن أترك لكم التريننج يعني بصراحة لأن أنا راح يعني راح أقول لكم السر الآن ما أخليه سر إحنا بصراحة الآن بعد قاعد نشتغل نجيب من الأوتوكاد نودي لسايد برو كنا قبل يعني هاي الخطوة هم كلش قديمة هاي الخطوة والله أنا أتذكر كنت دائما أقول ويا نفسي هم يجي يوم ونجيب الخارطة من الأوتوكاد ونجيبها الستاد برو
يا رب خليني عايش اشوف هذا اليوم. وفعلا الحمد لله اجى هذا اليوم. ليش؟ لانه شنو اسوي؟ اجيب من المكتبه واحور على المكتبه. تخيلوا انت من جيب من المكتبه شيء رسم ثاني عبيه، كانه ترجع تقول له انا ارسم والله من الصفر، فعلا ما تقول له ارسم من الصفر احسن لي زين. فتطول عمليه شنو؟ نحت احسن نحت. وخلي اقولها ما اخفيكم السر، من انسال مثلا صمم هاي البنايه ايش قد تاخذ عليها؟ صح اني راح اشوف حجم البنايه ايش قد، بس اقول دزولي ادي اشوف شكل الخريطه حتعرف الخطوه الطويله عندي تاخذ وقت يا وين؟ تعريف الجيومتري للبرنامج، والبقيه هي خطوات كالكوليشنز تقليديه روتينيه سريعه. لهذا ممكن الجيومتري ياخذ مني اسبوع انا ابقى نحت. حلوه هاي الكلمه زين، انه فعلا مثل قاعد انحت نحت. ما تمشي هاي النود هالقد منا، هذا اجا كير شلون اعرف الكير؟ انا اكو قبه على هالمكان بس مدري شنو، حتاخذ مني وقت. يعني اذا خلصت هاي ركز الخطوات بحصل شنو؟ روتينيه وسريعه. تجي بنايه كبيره بس شنو الطوابق كلها متشابهه، كلها عباره عن مستطيلات وكذا. لا يجوز اي يعني هذه فتعرف جهدك فممكن السعر شويه ينزل وكذا، هذه من اسرار التصميم. اوكي بعد شنو عندنا؟ اسطواني، شكل اسطواني يعني فريم اسطواني، بس طبعا عندنا بهالشكل وعندنا بهالشكل هذا. اي دائما اسال قبل الدورات يعني السابقه اقول يعني كمهندسين الان شو يقولون؟ خزان، هم اكثرهم يعرفون مرتبه خزان المي، ودائما اقول لهم لا مو خزان المي. هذا السيناريو متكرر. ليش مو خزان المي؟ لان مفتوح هذا فريم بعدين طبقه. لا هو مفتوح من فوق. مفتوح من كل مكان. يعني هذه ممبرز، هذه ممبرز، يعني هاي كولومات بيمات برج، برج طيور مثلا شنو صار؟ كير كير، اكو بنايه على شكل كير معقوله؟ لا اكو مثلا عصر طيب. اكو احد منكم شايف بنايه شكلها اسطوانه؟ وين؟ سويسرا بغداد. معقوله يعني؟ معقوله احنا قاعدين ويت ا مينت، معقوله احنا قاعدين ببنايه شكلها مثل هذا اسطواني؟ نروح ندور بغداد وندور اي شباب، هذه البنايه اللي احنا بيها شباب هي احسن مثال هذا. وطبعا هم يعني دائما اسمحوا لي يعني انطيها للشباب المشتركين بالدوره، اقول لهم اعطيهم الابعاد الحقيقيه مال هاي البنايه اللي هي شنو هسه؟ عباره عن يعني كولوم هنا وكولوم هنا وكانتليبر، هذا سموه هو كانتليبر، وهاي كورت فتحه بالنص بهذا الشكل. فهي فعلا اوضح مثال، وعذروني اذا شوي يعني اسف مزاح للتلطيف الجو، انه هاي البنايه الان مالتنا احنا بيها هي افضل اكزامبل في هاي. لا منهوله ولا ما ادري شنو، استراتيجيه منهوله تستعجل زين. ايه صحيح كمان زين. فهذه كونتينوس بيم بس شنو؟ على شكل سيركل هاي وين؟ طبعا هي اكيد هنا أنا موجوده بس اثرت 20 مثل كذا، لكنه خلي اجي اقول لكم فتشي البيم اللي على شكل كيرف، هسه هذا كيرف ولا مو كيرف؟ كيرف صدق؟ لا 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 ما دام قلت كير لا لا بس شلونكم؟ طبعا هو من يكون إليمنتس كثيرة من انقسم إلى تقسيمات كثيرة، قسمة 50 راح أسويه 50 وصلة حقهم راح يبين عندكم شنو كأنه؟ سيركل كامل كيرف سيركل او كيرف زين. اذا احنا شو نسوي؟ يعني هل احنا القسمه اقسام قليله او كثيره؟ هذا سؤال مهم، هذا يعتمد على من نروح نربطه ويا السلاح راح نحكي عليه ان شاء الله لاحقا. هسه لحد الان احنا كنا قاعد نباوع فريم، وكل هذا سميته اسمه فريم مودلز، ما قاعد نحكي عن تمثيل السلاب والوول وكذا. اوكي زين، هذا ايضا مثلا تطبيق اخر. نجي الى الثالث بالمكتبه، القسم الثالث اللي هو السيرفيس بليت، اللي هو الان اسطح داكتان ممبرز، يعني عودان قاعد نركبها بشكل معين الان اسطح. خلينا نبدي هالماتين نشوف ناخذ شي اشكال، قلنا احنا نطلع النافذه ونسوي هاي بعد تقول مو يمنا هالشغله.
زين هذا ناس جدار بيثقب جدار مع المنهول بي بايب مثلا كذا هو اللي قدام جاهز تتحكم بالهول هذا الثقب مال الجدار مكانه القطر مالته الى اخره كله من خلال هاي النافذه مثل ما قلت لكم سوي انا اترك لكم التجربه غير تخاف غير اي شيء وشوف شنو هذا التطبيق هذا مستطيل وبي نافذه مدوره او يعني فتحه مدوره هذا شنو اها جيد هسه يجوز هسه هذا الحقيقه ما يبين كانه هو يعني انا سوى حد يقول والله هذا مو جدار هذا انسب ان يكون شنو قبق غطا غطا اقدر اسوي غطا شوف شلون راح اسوي غطا يعني ذكر واحد اختصاصي بعدين الله ايش بدك انت بهاي قلت لك تروح للمجالي مو صحتك من شن طالب زين اوكي واحد زيرو او ليش نورمال فيكتور المفروض يقلبه اكس واي ليش وين الغلط ما اعرف بصراحه ما مطبقه هذا بس صورت انه نغير الواحد هنا اوكي ما ادري والله خلي ما اعرف لما اقوش بيه شورت بيه ليش هذا زين خل اعوفه زين نجي الى الثالث اوكي الثالث الان يمكن هذا هو طبيعي يرحم على كل الجدران اذا يقول هذا الجدار شلون اسوي سقف حتى ذاك اللي قبله بس ان شاء الله نروح للبرنامج اعلمكم انه احنا كل شيء ممكن شو نسوي نفره نغيره نقلبه اشكال قلبات فلا تقلق يعني انت جيبه من المكتبه وعليه تقدر تسوي له كل شيء اوكي هذا شنو هسه الجدار ترى هذا الان سيرفيس ارجوكم كان قبل شويه منبر السيرفيس لهذا هسه الان نفوت بهذا الشكل هسه هذه اسطوانه قبل شويه هم اسطوانه لكن هذه سطح هاي ترهم الان تكون بس هسه على هاي الصراحة اللي مشتغل بيها هالمرة إن شاء الله واثق من نفسي إنه إذا غيرنا الواحد نعم هذا البرج الدائري أبو ظبي بناية دائرية مثلاً نعم بطلت دائرية دائرية صار كذا بالشكل إيه هسه هذه أسطح هذه أترهم يعني هاي هذا البرج أكيد هو عبارة عن ممبرز يعني بيمز وكولف فترهم بيش اللي قبل شوية هذا سيرفيس سويته عمودي شفتوا شلون حتى ما يكون سريع غيرت بهذا يصير تمام اذا هتشوف يصير تمام طبعا لانه سيرفيس تنظر جو القلب كل تطبيقات واحد دكتور واحد بالواي وزيرو بال بالضبط طبعا هم تغير التقسيمات وحول المحيط وحول الكذا اي زين علي خليني اروح لل اوكي خلي يمكن اروح بالقبه احكي بدك شاي هناك اوكي زين ماشي هذا الان شنو سفيريكال دوم يعني قبه بس شنو كره واو مع المنظر الجانبي بمناسبه ترى هنا شوفوا ايزومتريك منظر علوي منظر جانبي منظر كذا بس شيء يعني ناسيها مره شو هندسي اكسر على بيرسبكتيف وما ادري شنو بيرسبكتيف إيه بعدك واحد لا شنو إيه يعني كم من باوع شيء يعني شوف هذا مدى يطلع يعني صح ولا هذا بيرسبكتيف يعني بي بي بعد عفك بالضبط إيه هذا شنو كره شكل كروي خلاص هو ما عنده انواع قباب بس هسه قبل شويه من عرضت لكم تتذكرون ومناسين بالضبط مع الوقف الشيعي او المزارات او الكذا شكل القبه كروي له خلينا نفوت حتى هنا السؤال شلون سوينا هذا يعني هسه هذا باع القبه هذه نتحكم بالنود اكو امر مهم لازم تذكروني خاف انسى احكي عليه اسمه موف جوينت حرك الجوينت فلهذا شو نسوي احنا نجيب هاي اللي قبل شويه وينها هذه مثلا هي قبه مدببه اقول لها هاي صعد لي اياها مثلا موف لي فوق هنا اللي جواها صعدها شويه اقل شويه كذا فشو تصير القبه بالضبط وهذا ممكن ايضا بالاوتوكاد نسوي ونقيس المسافات تجي القبه مضبوطه يعني بالشكل وشي بمناسبه هي هم القبه يعني اذا لاحظتوا يعني هذه قضيه ما ملاحظيها او لا القبه مو بس مدببه القبه مدببه باعوه هي القبه منا هذا الخط
اكو جو فشي هيك فكون اسوي جزئين عشان اركب جزئين فوقاني مثل قدر فوق وقدر جوا اجي والحمهم فشلون الحم شكرا شو نحكي عليها لاحقا وبعدين الركبه اللي هي اسطوانه قبل شويه مرت علينا اسطوانه السيرفيس هم نجيبها ونخليها يصير الشكل مالت القبه يعني هذا راح احكي عليها لاحقا عشان مثل هل هي صارت احنا الان كانه كلها مربوطه ربط واحد يعني عفوا يعني هسه الان شوف هذا الرسم من طباعه هسه وبدك تسال مثلا الشخص اللي مسوي انت راح تدرك انه الماتيريال مال هذا وهذا 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 يا شنو نفسه ليش لان هذا اسمه مونوليثيك كونستراكشن وهذا مصطلح مهم للاستعمال مال البرنامج ماذا يعني مونوليثيك كونستراكشن مونو معناها احادي مونوليثيك منفذ بكوحده واحده ويعمل انشائيا كوحده واحده يعني شلون من اقول هسه السلاب ويخرب بصوره واضحه سلاب وبيم اولا يصبون صبه نفس اليوم قطعه واحده ثانيا حديد مال بعضهم شنو حديد البيم طب حديد السلاب حديد السلاب طب حديد البيم كان اوضح مثال شنو على المونوليثيك كونستراكشن بس هسه من اجي مثلا اقول القبه والركبه مالتها والسلاب الجوه الركبه شايلها هو كله مونوليثيك كونستراكشن ايش افهم من هذا اول شيء كلهم كونكريت لانه ما اقدر اجيب قبه من طابوق واقول هاي مونوليثيك كونستراكشن ويا من ما اقدر تماما لو اكو هاي خيالك ابراهيم تحب هاي الشغلات الكومبوزيت ودائما كومبوزيت ما كومبوزيت شنو مثلا اقترحنا شبابنا كذا حتى يتعلمون الكومبوزيت سكشن قطع من الحديد ويا الكونكريت ممكن انا اريد لا تفكر لي بكومبوزيت طابوق وكونكريت يعني قبه من طابوق وارد اربطها بركبه كونكريتيه او بسلاب كونكريتي جدار العنق من طابوق والصبه تقعد بين الداخل والخارج يصير تداخل يصير مثلا او انا اقول شويه صوره اوضح ابراهيم اسمح لي لازم اجيب بلوك مجوف وطلع حديد من السقف وطبه وين بالتجاويف ليش ان هاي مشكلتنا شلون تربط ماتيريال بماتيريال بصراحه بالكونكريت اللي يربط بين الناس هو منه الحديد طبعا انا يعني اكو الان ايبوكسي اكو ماتيريالز متطوره شيء بالضبط بس انا هسه احكي كلاسيكال واي يعني فالطريقه اللي هي خلينا نقول هاي من اول ما طلع الكونكريت المسلح يفكرون به من تقول مونوليثيك شو يفهمون حديد يطلع منه وين يروح ذاك الجزء الثاني فلهذا نشوف مثلا من نريد مثلا ستيل وكونكريت شو نسوي ندفن حدايد بالكونكريت ونطلعهن وبعدين نجي دورات ونلحم مثلا في الدبليته وياهن وكذا تمام هاي يمكن الصوره الواضحه انا بصراحه رحت شويه على اعقد اليوم طابوق وكونكريت فالا معناها الحديد وين يطب قلنا بفجوات موجودة بالطابوق فطابوق مثلاً اللي هو مجوف أو بلوك مجوف نعم أبراهيم بريكاست يصير قطعة واحدة من تتقسم القبة على 16 أو 18 قطعة في الشياف هذا بيها تقويس من ثلاث اتجاهات هذا كل شيء حتى يصير هذا تمثيلنا صحيح الآن ما دام احنا جينا على النقطة نقطة مهمة لأنه دائماً خلي عندك question mark كبيرة قدامك شلون بنايتك بستاد برو الموديل ماله يشبه بنايتك الحقيقيه يشبهها من حيث السلوك الانشائي بس الشكل بس كل واحد يباوع الشكل ما عنده مشكله مو شكل صار يشبه له بس بصراحه الان يجي واحد اقول والله انا سويت القبه من طابوق كل اسف تمثيلك غلط شكل عاشيدك حلو وكذا لكنه هاي القبه ما تصير من طابوق لانه هو يعرف انه الطابوق ما مجوف مثلا كذا شو راح تربط له شو اسوي اكو اختيار عندك مو قطعه واحده ينصبون قطعتين بالبرنامج هي هاي القضيه انه بالبرنامج ما بيه هيك اختيارات ليش انت من تقول نود عفوا عندك تعليق اي سوي بروجكتين شنو هاي يعني سوي قطعه واحد بروجكت واحده ولا هو انا اسوي هذا انا اسوي هذا دائما بس خليني ما قبل ما تقولك تقول فشي حتى اوضح النود يعني شنو فكرة النود يعني هسه لو اجي الان باعه هسه اجي خل اخذ سايد فيو
واجي راح اطلع ازوم ولو حكوا راح اعلمكم اياها ان شاء الله لاحقا، بس ارد ازوم على منطقه. شوفوا هاي الركبه ويا القبه نود، هاي النود اشرتها باللون الاحمر قاعد تشوفوها. هاي النود البرنامج يفهم شيء واحد، ان هذول مربوطين ربط كامل. وخلق بعد اقول في المصطلح هندسي rigid joint. This is rigid joint. ما معنى rigid joint؟ زين اوكي خل اقرب انا بس كلمه rigid. شوف الان مثلا هذا الموبايل جبته منه لانه وديته، هاي يسموها rigid body movement، تحرك كله كrigid body. هاي صورة، هاي صورة اوكي عنصر واحد. بعدين حرام اخذت الموبايل خل اخذ غير شيء، هذا تحرك و... لا هاي مو رجل بودي، شو تغير؟ صار بي ديفورميشن. فالرجل شوف الحركة الأولى الشكل شنو؟ ما تغير، مع ما تحرك راح جزء شمر كذا، بس بقى شنو؟ ديفورميشنز ما بي. بصراحة هذه واحدة من المبادئ المهمة راح نتعامل وياها كثيرا. اكو ديفورميشنز اكو قوة داخلية، ماكو ديفورميشنز ماكو قوة داخلية. هذا جبت هسه الموبايل اسم الله عليه اسم الله عليه ورجعته بالقاع مثلا، اجي لقيت كل شيء ما بي، اقول كل قوة داخلية ما صارت بي. ليش؟ او صارت متحملها، اسف خلا احنا كنت عبارة هذا صارت متحملها زين، لكن اجي لقى كراك اقول اهو كراك صار، اذا صار تنشن هنا وسوى هذا الكراك وشي. فاذا اكو لا سامح الله لا سامح الله زين احد يجيب موبايل يتبرع به حتى يشتغل عليه هنا. فاذا كاستنتاج اذا احنا ريجيد جوينت شنو تعني؟ ان هاي الجوينت هسه الان حتى يكون معنا جدا واضح، هذا بيم وهذا كولوم، هاي شنو هنا؟ جوينت. قد الزاويه 90، جت القوى الرياح الزلازل ما ادري شنو عقد فد مره، فد مره انلاصت صارت الشكل هاي الزاويه قد عافيه شبيها جوينت رجت. فارجوكم كل نود بالبرنامج هي شنو؟ رجت جوينت. زين حتى تشتغل هيك بالطبيعه كبنايه شلون يعني تتحمل كل الاشياء وتبقى الزاويه نفسها والربط نفسه؟ فاذا بعد هي هاي مهمتك كمهندس. شلون قاعد نفكر؟ نطبق حديد بحديد، نجيب ايبوكسي يلزق، نلحم فليت وما ادري ايش نسوي، او اخير شيء نروح مثل ما قال محمد قبل شويه انه هذا انا اللي اسوي اسمحوا لي، انه اجي شو ابرد لي راس لا بالضبط اوخر هالقبه. فلس عندي ملف ثاني ما اريد اخذ وقت، القبه تشوفوها ما هي بس الركبه، لان الركبه من كونكريت احنا متفقين بالمزار نركب من كونكريت، واللود الوزن مال القبه كله جبته عليه من ما مربوط. وش لا توخرته اعتبرته سيلف ويت، وين موجود؟ بالرغم وين شايل يا ولا حسن طبعا ان يجي هذا كله تجي عليه الاحمال هو كله شيء يلزم شيء وكذا. يدري ابو ابراهيم صار جدل بالمشروع يعني ان شاء الله مو سروا عمليه هندسيه انه المناره نفصلها عن الستركتشر ولا ما نفصلها؟ رايكم؟ ما نفصلها، ما نفصلها قالوا تاذي البنايه والكذا بالعكس. لكن لانه قعدنا قلنا بالمناقشه الهندسيه من تكون انت بالحجه العلميه، هاي ايش سويت؟ شوف استنى هذا الملف سويته بعدين، خليت المناره مربوطه ايضا. لو تشوفون هسه علاقه المناره بالسقف هم رجل جوينت كلها مثل ما قلنا سوري رجل جوينت، فصارت مربوطه ربط كامل بحيث الان الازاحه الجانبيه كانت 30 مليم هذه بحيث من الرياح ومن الكذا صارت 3 مليم. مناره قويه طبعا لازم بالضبط. اوكي احنا صار ساعه بالدعش، انا اقترح ان ناخذ استراحه شويه بريك نص ساعه لان تعبتوا، وحتى نرجع ان شاء الله للمحاضره الثانيه نكمل.